ده مش رونالدينيو، ده عماد متعب، واحد من افضل المهاجمين وملك التسعين، وما شاء الله وهو في الملعب كنت تحس ان هو رايق وبيلعب ببساطه وتحس كده ان هو بيه. ده انا بيه ابن بيه، ولا شايف حد في مصر كلها قدامي. بتهيألي يكفيك ان انا اقول لك ان مانويل جوزيه كان دايما بيلعبه اساسي حتى لو مصاب، وكان دايما بيقول ان هو مش بس لو مصاب هلعبه، ده انا هلعبه حتى لو برجل واحده. وطبعا كان عنده حق، لان هو في اول موسم ليه مع الفريق الاول مش بس بيخطف الانظار، ده ما شاء الله بيتوج بلقب هداف الدوري، يعني بيقفل اللعبه من اول جيم. دخل مرحله البحث عن الذات والنجوميه ما شاء الله في الدوري العام. حماد متعب كان لعيب فعلا رايق بشكل مش طبيعي، عشان كده كان اي واحد بيعمل لقطه حلوه او بيجيب جون حلو يقولوا له يا عم انت هتعمل فيها عماد متعب، يعني تخيل ان دي رده فعل عام الناس على لقطه وجون لعماد متعب. ومتى هنا سأسكت قليلا. عماد متعب اهم مزاياه ان هو كان بيسجل اهداف بكل الطرق والاشكال والكيفيات، يعني كان بيسدد بشكل قوي من بره ال 18، كان بيسجل اهداف باليمين، وكان بيسجل اهداف بالشمال بشكل مميز جدا. وهي دي بقى العرضيه، وهي وهي وهي. بالاضافه كمان ان هو افضل مهاجم جه في تاريخ مصر يلعب الفاولات بشكل رائع وبارع ومميز. احرجها كده ما احرجهاش. عشان كده المعلم حسن شحاته كان دايما بيشوف ان عماد متعب هو المهاجم الاول في منتخب مصر والاهم والاساسي سواء بيسجل او ما بيسجلش، يعني تخيل ان هو في بطوله امم افريقيا 2008 كان متعب بيلعب اساسي في كل الماتشات رغم انه ما سجلش ولا هدف، في حين ان المهاجمين بتوعنا ساعتها كان محمد زيدان وعمرو زكي واحمد حسام ميدو. عماد متعب من مزاياه كمان ان لو انت مدافع وغفلت عنه ثانيه واحده بس هيجيب جون، يعني انت مش بس لو غفلت، لو بربشت هيجيب جون، وحتى لو ما بربشتش هيجيب جون برضه زي دي. هنا تقريبا كره ميته واي مهاجم عادي هيلعبها للراجل ده، ولكن متعب لان عنده كل المهارات، بيتكلم في شخصيه مهاره، بيلعب باليمين بيلعب بالشمال، فبيعدلها على شماله وبيسجل جون وبيخلي عمرو الصفتي يعمل زي ما انت شايف كده. اما الكره اللي هتيجي دي فهي الحاجه اللي بتبين استخدام عماد متعب للسحر، يعني تخيل ان برضو اللي ماسكه عمرو الصفتي وماسكه بجد حرفيا مش مجرد كلام، وناطط فوقيه وعامل جامب اعلى منه، ومع ذلك متعب جابها جون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عماد متعب ما شاء الله كان دايما في الماتشات الكبيره خصوصا ماتشات القمه بيبقى مميز وموفق، يعني تخيل ان هو لعب قصاد الزمالك 18 ماتش سجل 10 وصنع 4 وهو خامس هدافين القمه. حتى بص انطباع عبد المنصف بعد جول عماد متعب اللي هو انا كنت حاسس من الاول او بعدين في الواد ده، حاجه من الحاجات دي. والثالث والثالث يا نهار ابيض. من ضمن انجازات متعب كمان ان الراجل ده ما شاء الله معاه 8 دوري وستة سوبر واربعة سوبر افريقي، ده غير التقيلة ان هو معاه اربعة دوري ابطال افريقيا، يعني ما شاء الله بتتكلم على انجازات نادي مش انجازات لعيب. 25 بطولة يعني كده في فترة من الفترات من بعد 2005 تقريبا، وهو كان بيفوز دايما بكل البطولات والالقاب اللي موجودة في الدنيا سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر. رائع رائع رائع، هو ده الكلام. ده غير كمان ان هو لعب في كل مسيرته 305 ماتش سجل 121 جول وصنع 71، وهو اصغر لعيب في تاريخ مصر يفوز بلقب هداف الدوري في اول مشاركه ليه مع الفريق الاول بيفوز بلقب هداف الدوري، في حين ان لما احنا بيكون لعيب لسه طالع مع الفريق الاول بنقول يعني لعيب كويس لعيب صاعد هياخد مع الوقت المستقبل هيجيله، ولكن عماد متعب ما استناش المستقبل يجيله وراح له هو. مش عارف حاسس اني بقول كلام كبار. ده كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. ده غير كمان ان هو اكتر مهاجم في تاريخ مصر سجل اهداف حاسمه زي مثلا هدف الجزائر وزي كمان هدف سيو سبورت واهداف تانيه كتير لو قلناها كلها مش هنلحق السحور. اخر حاجه ما تنساش تقول لي رايك في عماد متعب، وهل بتشوف ان هو افضل مهاجم جه في تاريخ مصر ولا بتشوف ترتيبه الكام بالنسبه لك؟ وما تنساش طبعا تعمل لايك، واهم حاجه تعمل شير وتقول لي رايك في تعليق، وتعمل فولو على الفيسبوك واشتراك على اليوتيوب، واشوفك في فيديو. بطوله ولسه ومتعب بيلم بيدور بيدور ولا هدف.